كريس، حددت مكان العدو. لف 18 درجة على 4 واضرب في مسافة الجنينة على 8 من 10%. غرقناك يا جوي. تشغيل النظام الدفاعي. ايوه كده. مش هتعرف تهرب يا كريس. اشغلها معاك وانا هقطع عنها الامدادات. تمام يا فندم. استعدي للهجوم الشامل يا جيزمو. كريس، نظام الإرشاد شكله باظ عندي. ما يهمكش، هعيد البرمجة من تاني. مش مفروض يتبل من جوه أبدا. بصي له، ده متلخبط خالص. أهلاً جوي. أهلاً جوي. الحمد لله على السلامة. يا ريت تدخلوا البيت وتوريه لباباك يفحصه فحص شامل. يلا يا جزمو. أنا عايش مع جوي. بيتها هو بيتي. لا يا جزمو، البيت من هنا. لا، كريس عايز يسرقني. أنا مش بتاعك أنت. أنا روبوت جوي. أديكي بوظتي الذاكرة عنده خالص يا جوي. فاكرك صاحبته. كريس، أنا آسفة حقيقي، أنا ما قصدتش، أرجوك سامحني. أنا مش هسامحك أبداً يا جوي. ها، الكتاب العظيم. هاخدكم النهاردة تقابلوا أخين توأم كان الغفران بينهم مستحيل. حلو، مين هيقول لنا دلوقتي احنا فين وجزمو عطلان؟ كل ده بسببك انت يا جوي. احنا ممكن اي حاجة تحصل لنا دلوقتي. ليه؟ انا ما جبتكوش هنا، الكتاب هو اللي جابنا. احنا فين يا جزمو؟ ده لو قدرت تعرف. لا، مش هقول لك انت، بس ممكن اقول لجوي. طبعا الحساسات الجغرافيه بتقول اننا في صحراء النجف في فلسطين، يعني الشرق الاوسط بالتعبير العصري، من 3800 سنه تقريبا. ودلوقتي التلسكوب هيشوف. يا خبر، ولدين جايين علينا بيجروا. هكسب. انا اللي هكسب بقول لك. حاول يا صغير. حاوريك. قرب يا ابقى قابلني. هم مين دول ورايحين فين وهم مستعجلين كده؟ بس الاهم بقى، هم رجعوا بسرعه كده ليه؟ غشاش. اوعى منهوش يا عيسو. انا اللي كسبت. بص انت عملت ايه يا اخي؟ يا اخي بس انت زغشني يا عيسو. يا يعقوب. بيتهيألي انت اللي كسبت يعقوب، صح؟ لا يا كريس، ده عيسو، ايده لمست الصخرة الاول. ما تسمعوش اي حاجة تقولها. مش بسمع للبنات. بتسمع لماما. انت ابن مامتك الرقيق اللي شعره خفيف. اسحب كلامك. ليه؟ بقول لك اسحبه. حقيقي. وريني. خلاص. عيسو يا ابني، انت اللي كسبت السبق.
مع إنهم توأم، لكن عيسو اللي نزل الأول. يعقوب كمان ابن غالي، بس عيسو ليه البكورية. يعني إيه بكورية؟ إزاي بس ما تعرفيش يعني إيه بكورية؟ جول استنيني. الابن الأكبر بيورث مرتين اللي بيورثوا التانيين، وبيقود العيلة. فهمت. هو ليه سلطة أكبر عليك زي ما جوي ليها سلطة عليا أكبر من كريس. وعيلتنا عيلة متبركة. الله قال لأبويا إبراهيم من زمان قوي إنه يرفع عينه للسماء ويشوف. سمعنا القصة دي كتير يا بابا. الرب قال لإبراهيم ارفع عينك للسماء وعد النجوم لو قدرت، هيكون نسلك قد عددهم. واو، دي عيلة كبيرة جداً. وبصفتك الابن الأكبر الله هيحقق كل ده فيك يا عيسو. يا ريت أصحابكم يتعشوا معانا. روح اصطاد لنا حاجة حلوة للعشاء. أنا كمان بعرف اصطاد. عارف يا يعقوب، بس ركبتك متعورة، وانت بتاع قاعدة في الخيام وحياة هادية وبتعرف تعمل حاجات تانية كتير. يلا بسرعة يا عيسو قبل العاصفة ما تعطلك. حاضر يا بابا. أنا رايحة مع عيسو. وأنا رايح مع جوي. وماله روحي. يا ماما، بابا بيحب عيسو أكتر مني. لا بيحبك يا يعقوب، هو بس مش فاهم إن الرب اختارك أنت. أنت اللي الرب اختارك، وهيجي يوم هتقود فيه شعب كبير. بس عيسو عنده البكورية، مش المفروض يبقى هو القائد؟ بس الرب عايز يعقوب ياخد البكورية، والوقت قرب خلاص. زمان لما كنت حامل في يعقوب وعيسو كانوا بيتخانقوا في بطني، يخبطوا ويزقوا. كانت معركة. الموضوع قلقني، فصليت لربنا وقلت له. يا رب، لو كله تمام ليه حاسة بصراع في بطني؟ الولدين اللي في بطنك هيبقوا شعبين. من البداية الشعبين دول هيتصارعوا مع بعض، واحد هيبقى أقوى من التاني، والابن الكبير هيخدم الابن الصغير. يعقوب، انت الأصغر اللي الرب قال عنه، وفي يوم عيسو هيخدمك. برافو انك جيتي معايا، حوريكي أسرار الصيد. شكلكم مرفهين انتوا كمان. كنتوا خليكم مع يعقوب. بيتهيأ لي نرجع احسن. ماشي، انا جعان. مفيش صيد في الجو ده، بابا هيزعل قوي. فعلا اكله جميله، بلا صيد بلا بتاع، الطبخه احلى. كان نفسي أنا اللي أروح علشان أصطاد وأثبت نفسي لبابا. استنى يا يعقوب، إحنا أصحابك. إيه الشطارة في الصيد دي يا يعقوب؟ مش عارف تفرق بين حيوان وإنسان؟
أنا جعان، اديني من الطبيخ ده. من الطبيخ؟ يبقى تديني ميراثك. بيع لي البكورية. مش قادر، هموت من الجوع، اديني الأكل. بيع لي ميراثك يا أخويا، بيع لي البكورية وأنا أديك من الطبيخ الحلو. اديهوني. بيعمل إيه؟ اديني ميراثك يا أخويا، بيع لي البكورية وأبقى أنا الإبن الأكبر. ما أنا هموت، هتعمل لي إيه البكورية دي؟ بيع لي البكورية دلوقتي حالاً. بكورية بكورية، خلاص بعت لك البكورية، هات بقى الطبيخ. شكراً يا أخويا. الكتاب العظيم، تعالوا. أنا مش هاجي معاك، أنا روبوت جوي وحفظة دايماً. مش وقت يا جزمة. اللي شفتوه هنا ده مجرد بداية لانقسام كبير وخطير حصل بين الأخين. احنا فين بقى؟ الحساسات الجغرافية بتقول اننا في مكان اسمه حران، بس في زمن تاني بعد كده. هحاول اعرف لو هو. لا مش مصدقة. امي قالت لي اعيش هنا السنين اللي فاتت دي كلها علشان استخبى. هو ده يعقوب؟ ما خدتش من عليكم أي حاجة غصب عنكم. آه، لو لسه فاكرنا هيسألنا أسئلة كتيرة مش هنعرف نجاوبها. يبقى لازم نتنكر. أنا هتكفل بالحماية. جوي، خدي البسي دي. جزمو وطي عشان جوي. جزمو انتو ولاد لبان قالوا لكم تتجسسوا عليا؟ ما نقصدش نسمع كلامكم. احنا طيبين صدقني. طيب ما تقعدوش ساكتين كده، نظفوا المكان. يا ده مزاجه متعكر خالص. انا عارفه ازاي اخرجه من الحاله دي. يلا غيروا هدومكم. الريحه دي روعه. اه الطبيخ زي ما مامته كانت بتعمله له وهو صغير. قلنا يمكن تبقى جعان. ها؟ اه ماليش نفسي للأكل، بس سامحوني إن كنت بتكلم معاكوا بطريقة مش كويسة. مالك يا يعقوب؟ امبارح الله ظهر لي في حلم، قال لي يا يعقوب ارجع لأهلك في الأرض بتاعة أجدادك وأنا حبركك. بس أنا بتمنى من كل قلبي يكون أخويا عيسو نسي كل حاجة عملتها في زمان. ممكن تطلب منه يسامحك، يعني مهما كان اللي حصل لو حد كان آسف حقيقي المفروض نسامحه، صح؟ أنا بصراحة مش عارف. من سنين خدعت أبويا وأخدت بركة أخويا، أكيد مستحيل يغفر لي كل حاجة عملتها. إسحاق قال إنه هيبارك عيسو قبل ما يموت، بس أنت لازم تروح له وتاخد أنت البركة دي، وهتاخدها لو عملت اللي أقولك عليه. أخويا عيسو عنده شعر كتير وأنا لأ، ولو أبويا لمسني وعرف إن كنت بحاول أخدعه في الحالة دي أكيد هيلعني بدل ما يديني بركته. تبقى لعنته دي علي أنا. فعملت زي ما أمي قالت. أنت أنهي واحد من أولادي؟ أنا عيسو ابنك الكبير، وعملت زي ما قلتلي، أقعد وكل اللحمة اللي جبتها
وبعد كده ابقى اديني بركتك. قرب مني، عايز ألمسك وأتأكد إنك فعلا عيسو ابني. الصوت صوت يعقوب، والإيد إيد عيسو. قرب مني أكتر وبصني يا ابني. حقيقي ريحة ابني هي ريحة الحقول اللي ربنا باركها. وبكده أبويا إداني بركته اللي كانت بتاعة عيسو لأنه الابن الأكبر. وعيسو عمل إيه لما عرف؟ قال لي إنه مش عايز يغفر لي وإنه هو عايز يقتلني. واو، حتى أنا مش بعمل كده. فكان الحل إن أجي أقعد هنا مع خالي لبان لغاية ما يهدى غضب عيسو. بس وقت المواجهة بقى قريب خالص، لما أقابله لازم أقدم له هدايا سلام يمكن يقدر يغفر لي. الخدم عملوا زي ما قلت بالظبط وسبقونا بالهدايا لأخوي عيسو. سيدي، أخوك عيسو في الطريق ومعاه أكتر من 400 راجل. أنا كنت عارف إنه حيفضل زعلان. يا جماعة تعالوا هنا، سامعين الأصوات؟ ده صوت خناق. يظهر كده عيسو جه ينتقم من يعقوب. الصوت جاي من المنطقة دي. مين دول؟ سيبنا امشي، الفجر طلع. انا مش هسيبك تمشي الا لما تباركني. اسمك ايه؟ يعقوب. انت اسمك مش هيبقى يعقوب تاني، لكن اسرائيل، لانك صارعت مع الله والناس وكسبت. جوي، ده الله يعقوب كان بيصارع الله. يعقوب، ايه اللي حصل هنا؟ انا هسمي المكان ده فانيئيل، لاني شفت الله وجها لوجه والله عفى عني. انا صارعت مع الله وأنا مستعد أواجه عيسو. مسكين يعقوب، مفيش قدامه فرصة. أحياناً طلب الغفران بيبقى أصعب شيء. أتمنى لو يبقى عارف هيعمل إيه. بدل ما كان يطلب الغفران كان يطلب جيش قد بتاع عيسو. مش قادر ابص. طيب بصه واحده. لا لا بلاش. Ah!
يعقوب أخويا. إيه اللي بيحصل؟ هو يعقوب بيركع؟ أيوة، 7 مرات. دي عادة بتبين الاحترام الشديد والعميق لأخوه. جوي. نعم. لو عيسو عرف يغفر لأخوه بعد كل اللي عمله، فأنا المفروض أغفر لك حادثة بسيطة مع جزمه. صحيح يا كريس؟ صحيح، سامحتك، ويا ريت تسامحيني إني مش عارف كنت وحش معاكي. أنا كمان برضو عملت حاجة غلط. سماح؟ سماح. يعقوب، الحمد لله على السلامة يا أخويا. فكرة المراوح الشمسية بتاعت باباك عشان ننشف جسمه. طيب يلا نجربه. حاضر. باي باي يا جسمه، أنا مروحة البيت. تمام يا جوي، باي باي. يلا يا كريس، اللي هيوصل الأول يبقى الكسبان. أنا مبسوطة إن كله رجع زي الأول. وأنا كمان، بلاش حرب المية تاني. لا 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 لا.
سافر في الأزمان، نطير لفوق نقطع رحلة فيها إحنا نفهم منها اللي كان حكمة بينا للناس. ما دام قلبك في إيمان هو الكلمة شوف معجزة.